خلينا بس الأول نستقبل محمد بي مرسي، محمد صديقي العزيز المصري، الجنسية والملة والهوية والوطنية وكل حاجة حلوة، والأمريكاني المعيشة، عشرات السنين مرت وهو لم يتغير، يحب مصر على الرغم أنه عايش في أمريكا منذ ما يقرب من 30 سنة. عم محمد مرسي، محمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى أهل مصر كلهم ربنا يبارك فيهم جميعا. أنا كلمتين صغيرين بقولهم للعيبة الأهلي، اتفضل. أنتوا رايحين مسؤولية كبيرة، إحنا كلنا بره في الغربة بنفرح بأي انتصار لمصر، ربنا يوفقكم. وكل لعيب من لعيبة الأهلي يبص على الفانيلا اللي لابسها لونها أحمر، يعني ده دم المصريين اللي بيتحرق بسبب أي تأثير أو أي حاجة. وغير كده إن كنتم معاكم مثلث طاقة معنوية غريبة، على رأسها محمود الخطيب، تحت وائل وأبو تريكة، يعني مش محتاجين طاقة إيجابية أكتر من كده. تعرفوا إنك رايحين تشيلوا اسم مصر، مش رايحين ناخد نلعب في كأس العالم نفرح بيها كل فترة، إحنا عاوزين نجيب مركز وربنا وفقنا فينا، مفيش أحسن منها. احنا ما نقلش عنهم، احنا قبليهم كلهم، احنا فوق 7000 سنه اسمنا مصر. خلي بالكم ده، انسوا بقى التفكير في اي حاجه في مكافآت، بصوا على حاجه، خليكم رجاله. انا عاوزكم كلكم زي ما تكون علي معلول زي النهارده في الماتش، مش هنقعد نتكلم على حكام وعلى كلام فاضي. انا زملكاوي بس بقول لكم كده، انتوا مسؤوليتكم كبيره، احنا عاوزين نفرح، ما تأثروش رقبتنا قدام الجنسيات الأخرى. ربنا يوفقكم، ربنا يسعدكم، والمخلص ربنا بيجازيه، مش ربنا مش بيضيع مجهود بني آدم. اخلصوا في شغلكم، ركزوا في اللعبة. واحد زي علي معلول عندكم اهو، تونسي مخلص في لقمة عيشه، ربنا بيوفقه بقيمة نص الفريق النهارده علي معلول. بقية اللعيبة دي مالها؟ في ايه؟ في ايه المشكله اللي عندهم؟ مش عارف. مفيش مشكله الا انك تخلص للعبتك والاكل عيشك، انت ده اكل عيشك، تخلص فيه ربنا يديلك. ربنا يوفقكم يا اولاد، وانا اتمنى لكم كل السعد وكل فوز، ربنا يسعدكم. ربنا يسعدكم. لا الا في ايد الله دايركم. قبل ما اسيبك لازم افاجئ الناس ان الراجل اتكلم بالحميه أيوة دي، الراجل اللي اتكلم بالحميه دي والراجل المحترم ده زملكاوي. زملكاوي قوي كمان. بس بعد ما اول ما يركبوا الطياره ابقى تبع الفانيله الحمراء، عشان ده دمي اللي على الفانيلات دي، ده دمي انا، دمي اللي بيتحرق. يعرفوا كده، وكل مصري محترم الدم يتحرق على فريق ليه مصر راح يسافر بره. احنا رايحين قدام العالم كله منتظرنا من كام سنه نروح كاس العالم، وهم كلهم الشباب ده منتظر كده، يثبتوا بقى ان هم رجاله، قدامهم فرصه يثبتوا ان هم رجاله، مش عيال صغيره. ربنا يوفقهم. احنا عجبني محمود الخطيب على الطياره، محمود الخطيب وائل جمعه وابو تريكه، يعني ثلاثي يدي طاقه ايجابيه 100 100. طبعا اتنين في الاستوديو هيولعوا الدنيا، والخطيب رئيس البعثة. عايز اقول حاجة، يمكن انت لفت نظري، قلت لي وانا وصحابي الزملكاوية وهم كسر، وصحابي الاهلاوية وهم كسر، يعني انا زملكاوي وصحابي زملكاوية كتار، وزملكاوي وصحابي اهلاوية كتار. قلت لي انا ساعات لو هزيمة الاهلي من فريق مصري لصالح الزمالك اكان ياخد بطولة بتمناها، لكن ما ينفعش الاهلي. بص لك الحاجة، بره اي حد غير مواليد مصر، انا مع المصري، ما تدريش ان انا غير كده، ما بقاش طبيعي، بقاش نبته شيطاني، النبته الحلال يشجع ارضه. ارضي ايه؟ الاهلي، نظيمنا الاهلي يبقى فوق، بس يبقى لازم يحترم اللون الفانيلا الحمراء دي، ده دم المصريين، مش لون الفانيلا بتاعت النادي الاهلي هناك، ده دم المصريين. اذا عاوز يضحي بدم المصريين يتدلع، غير كده مفيش. الماتشات اللي فاتت دي ضعيفه جدا، ونرفع من مستوانا ونركز في لقمه عيشنا، دي لقمه عيشنا ولقمه كرامتنا،
احنا مغتربين في اوروبا وفي امريكا بيتحرق دمنا من الجنسيات الاخرى لما يتريقوا علينا. احنا نتمنى نفسنا نروح كاس العالم، ليه ما ناخدوش؟ ليه ناقصنا 10 يعني ايه؟ مفيش عندنا رئه زيهم، ما عندهمش رجلين زينا، احنا فنيين كويسين جدا وبنبقى بنعمل نشاط عاليه جدا، ليه رب لينا ما يحصلناش نصيب؟ يعني ما ننساش اخر مره كان ابو تريكه عمل ايه مع البرازيل، بس هو النصيب حصل كده. احنا عاوزين نفرح تاني اذا سمحتوا. خلي بالك، خلي بالك انك انت اصحابك القطريين هيكون بينك ما بينهم ماتش خاص. بص لك الحاجه، مش قطريين بس يا ابو عبد الناصر، انا اي جنسيه على راسي من فوق، بس انا لما في وقت 90 دقيقه والماتش ما دام الاهلي بيلعب، الاسماعيلي بيلعب، المصري بيلعب، انا معاه بره 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 مع اي فريق تاني. تعصب تعصب، نوع من التحيز تحيز لمصر قوي قوي كمان. انا بحب اي حاجه فيها مصر. انا بشتري لما بخش محل في امريكا والايميديت ايجيبت فانيلا ولا قميص ببقى فرحان، انا بشتريه بقول بشتريه ومش بفصل فيه كمان، باخده انا مبسوط واقول لاصحابي ده ايميديت ايجيبت واتريق عليهم. دي ليها معنى كبير جدا عندنا، اللي يحس لما يكون 20 30 سنه بره مصر هيعرف الايمان الكلمه دي، ما يعرفهاش الا هو دايما الانسان اللي بعيد عن الحاجه هو اللي بيبقى حس. انت رفعت راسي جدا النهارده، عشان لما بقول اصحابي الزملكاويه بتعلم منهم الاحترام، ناس كتير بتقول لي طب عايزين نموذج منهم. انت افضل نموذج زملكاوي شفته. لا 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 لا، فكري كده والله يا عبد الناصر. معانا ناس محترمه جدا، ونقعد نبقى فرحانين جدا ونقول وندعي لهم. انا معايا شلتي وربنا يوفقهم ويقول للعيال. احنا كنا بنتناقش الاسبوعين اللي فاتوا دول ان مستوى اللعيبه دي، يعني بنتكلم في غلطات حكام، في ظلم، بس لا، انت عندك 90 دقيقه ما تقوليش على جون بوصل ماتش. انت لازم تروح تقابل فريق زي فريق افريقيا جديده في كاس العالم، ابقى مستعد لها. حتى هم تعبانين اعصابهم من النادي الاهلي اللي رايح لهم ده، يبقى نفسيا انت هديتهم. انت دلوقتي بتديهم فرصه نفسيتهم تعلى. ايه ده الفريق اللي بيتلكك في حكم وتلكك في كوره؟ ايه اللي ايش كلام الفاضي ده؟ في ناس بتخلص بالست سبع تجوان، ده فريق انا طالع من الدرجه الثانيه مع احترامي البنك النادي الاهلي، طلع من بنك الدرجه الاهلي، بس الاهلي مع ثلاثه اكبر ثلاث بطولات في مصر. كان لازم يثبت، مش نتكلم على جون جه ولا ما جاش ولا الحكم عمل ورجله رفعت ورجل. لا 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 لا، انا مش انا آه انا آه 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 انا فرحت عشان الزمالك يبقى نمره واحد، بس في نفس الوقت انا ببص على حاجه ثانيه. بعد 10 ايام انا رايح الاعب فرق ثقيله، لازم الفرق دي يبقى عندها رهبة من النادي اللي جاي. عشان كده انت قلت لي انا حزين من الحالة، ان اشوف ناس بتقطع في الزمالك وناس بتقطع في الاهلي، والاهلي رايح كاس العالم للاندية. انت قلت لي امبارح، قلت لي انا نفسي كلكم تتكلموا ان الاهلي رايح باسم الاهلي والزمالك وكل مصر، لكن الحالة القذرة اللي موجودة دي بتتنقل بره زي العار. طبعا 100 100 100 100. حتى لما احنا بنتكلم كتير على حكامنا بيشكوا فينا، مش بيختاروا لنا ولا حكم لكاس العالم. احنا بنهد 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 نفسنا كلنا. ولعلم كل البلاد العربيه فيها مشاكل، بس احنا 100 مليون وكلنا باصين على الاعلام المصري وعلى على على الفرق المصريه. يعني كل العرب عنده بيشجع الهلال السعودي ومعاه الزمالك، الهلال السعودي ومعاه الاهلي، يعني كلهم مشتركين في تشجيعنا. يبقى احنا ما ننشرش بقى حاجاتنا الوسخه كلها بره. اتحاد في اتصال الاعلام ينمي الروح الوطنيه في اللعيبه شويه، بس الله يخليكم وفي حكامنا فهموا ان ده يا جماعة ارحموا اسم مصر، دي مصر غالية قوي. يعني ناس بتبيع أثارها دلوقتي بملايين الدولارات، وولادنا بيهدونا بالملاليم.
يا سلام مش عليك. مش اه مش مش دي صعبه قوي يعني، عبيد ده كده معادله صعبه قوي، ان احنا يعني حتى لاجدادنا احنا سفله، لا مؤاخذه انا اسف يعني والله التعبير. كلامك مظبوط، انت هزتني جدا امبارح، وانا بشكرك كمان انك طلبت المداخله، لانك قلت لي حتى انا متضايق منك يا عبد الناصر. ما ينفعش 4 ايام بدل ما تتكلم وتفتخر ان الاهلي في كاس العالم للانديه والزملكاوي يتفتخر بالاهلي في كاس العالم للانديه، قاعدين نشرشح ونسب مشاهدتك عاليه، والناس قاعده تقول شوفوا اللي بيحصل في مصر، ده بيشتم الاهلي وده بيشتم الزمالك وده بيبهدل وده بيبهدل، وعندنا الاهلي رايح كاس العالم للانديه، عايزين نقول قلقانين عليه وخايفين عليه قدام الدحيل، وعايزين يشرف مصر. ولازم اولادنا لازم يعرفوا ان دي مسؤوليه في رقبتهم قدام ربنا اولا وقدام شعب 120 مليون. لازم يعرفوا ان دي مسؤوليه في رقبتهم، يا يطلع راجل يا العيل الصغير ده، في ناس بتجيب 10 جنيه عشان تتفرج على القهوه، انا سمعت كده على ماتش، يا ما تحرقلوش ال 10 جنيه بتاعته، يا نسيت ان تخلي عندك دم، يا لعيب بتلعب كوره اخلص ليها عشان في واحد بيضحي ب 10 جنيه اللي انت بتاخد فوق المليون جنيه عشان يتفرج عليه، خلي عندك دم ما تحرقلوش دمه، ما تحرقش دم 120 مليون نفر، بس من فضلك يعني، حتى الزملكاويه المتشددين اللي بيتريقوا، بس هو لما بيقعد لوحده مع جنسيه اخرى بيتباهى بيها لعلمك يعني، مهما اللي بيتكلموا حتى دول لما خلي بالك، لا 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 خلي بالك، كل يا محمد بيه، كل الزملكاويه محترمين، انا بتكلم على اللي بيقودوا الاعلام من هذه الشله المتعصبه المتخلفه. بص لك على حاجه، احنا قفص تفاح جميل فيه تفاحايه معطبه نرميها نركنها على جنب، ما نقعدش نبص بقى نقول التفاحايه دي بايظه، التفاحايه دي بايظه، الله طب فين التفاح يا جماعه؟ ما في تفاح كويس قوي، في عيال زي الفل، احنا عندنا ناس تشرف. محمود الخطيب بيتكلموا عليه من بقاله 30 سنه بيتكلموا عليه، ابو تريكه نفس الحكايه، بتاع ده تناجيلي، حدش نسي التناجيلي اللي في سننا، وصالح سليم، دي ليه احنا ما نعملش جديده؟ الشباب الجديد ده ما بقاش طموح ليه؟ ما نقولش ابدا. بص ما نقعدش نبص على التفاحه البايظه، سيب البايظه ده يترمي، سيبه ده الله يكون في عونه. انا بقول اي واحد يعني غلط بقول غلط، يعني المدرسه اللي عملها الرئيس السابق بتاع نادي الزمالك في الاخلاق مالناش دعوه بيها، احنا شلناها خلاص، نقعد نفكر فيها يبقى احنا الغلطانين، يبقى هو الكسبان، ان احنا نفكر فيها يبقى احنا هو الكسبان، ان هو خلق مدرسه وفضلت، احنا لا احنا عاوزين نمسحها بقى خالص ونفكر في حاجه جديده. عندنا مناسبه حلوه اهي، رايحين ابطال لنا 11 راجل رايحين، اتفرجوا على علي معلول النهارده، علي معلول النهارده ب 11 رئه، مش عارف اذا بقيه الفريق فين، راح فين؟ راح نايمين دول ولا بيلعبوا بلاي ستيشن ولا قاعدين يشربوا شيش ولا في قهاوي ولا فهمونا فاهمين في ايه؟ ويزعلوا اذا الواحد يتكلم على واحد فيهم، ما فيش حاجه زي كده، ما فيش حاجه اسمها يعني. انا سمعت حديث كابتن سيد عبد الحفيظ فوق راسي من فوق، بس انا عندي 90 دقيقه، انا بحس انا دايما راجل بشتغل في البيزنس، ما فيش غلطه واحده هي تبوظ البيزنس، اعمل ال 90 دقيقه واغلط غلطه واحده صغيره تتسمح لي، اما انا اقعد الشوط الاولاني النهارده الاهلي تايه وينزل الشوط الثاني يجيب جوان، لا ما ينفعنيش، انا عاوز العب كوره كويسه لسبب، انا رايح هناك عاوز قبل ما اوصل قطر الفرق كلها تبقى خايفه، ايه ده الفريق ده مولع نار، هنمسك معلول ولا نمسك مين ولا نمسك انا، لا دي عمليه نفسيه، اما انت رايح له مستريح، الناس بتغلب بالعافيه، وده اللي بيحصل مع برشلونه دلوقتي وليفربول، لما كشفوا نقط ضعفهم ابتدوا يلعبوا عليهم. صح. احنا اذا كشفنا برضه هيتلعب علينا، مفيش حد كبير فاهم؟ مفيش صح. كبير. صح. مفيش كبير. اذا كشف ان احنا نفسيا واعيين بنفكر بس في الفلوس والانتقالات والكلام الفاضي ده هياكلونا هياكلونا. ما
بس عشان هم عندهم فخر ان اي فريق حتى فريق عربي ان هو يكسب الاهلي او يكسب الزمالك. خلي بالكم يا رجاله، خلي عندكم كرامه، بس انا بطلب من لعيبه الاهلي خلي عندكم كرامه، والعبوا على الاقل زي الانسان التونسي اللي بقى مصري اسمه علي معلول. الولد ده ربنا يبارك له، انا سعيد، انا بتفرج على الاهلي مع اني زملكاوي عشان اتفرج على علي معلول. صور وده وشد شيء كويس ان لاعب يبقى ايجابي ويوصل الناس للدرجه دي. اشكرك، كلام مهم جدا يا محمد. الرجاله عبد الناصر ربنا يوفقك، الرجاله كلها انا بندي لهم التوفيق، وكلهم ولادي وكلهم انا راجل اجدتهم كمان، ده لمغزى يعني 70 سنه يعني اكيد دول احفادي. بس انا بقول يعني خليكم رجاله واحترموا الفانيله اللي احنا لابسينها اللون الاحمر، اللون الاحمر ده دم المصريين، مش دم، مش نادي الاهلي ولا تسع نجوم. في عندكم نجمه بسبع 3 سنة على صدركم انتم مش حاسين بيها، صار انتوا هو. كلام محترم ومكلم، ما فيش حاجه مقصره معاكم. ها؟ بقول لك كلام محترم جدا والله. راجل راجل معاكم رئيس نادي محترم جدا، معاكم وائل جمعه هناك، معاكم ابو التريكه. يا ده ان انا زعلت في وسط الثلاثه دول ارجع شاب تاني عندي 30 سنه. اشكرك يا محمد بيه. شكرا لله عبد الناصر، ربنا يوفقكم. بص يا عبد الناصر اذا سمحت نبتدي نزرع محبه بين الناس، ها، عشان احنا بلدنا لازم نحبها. كفايه كده بقى. حاضر. كفايه دم، كفايه كل يوم نسمع دم في بلدنا. الدم ده اخويا واخوك، لازم نعرف نصلح بعض، لازم نصلح بعض ونعرف الاخلاق، نرفع قيمة الدم بين الناس، والناس اللي بتموت دي حرام، والناس اللي جعانة حرام، كل الكلام ده لازم نرفع. الإنسان اللي يعرف ياكل لوحده ده إنسان أناني، مالناش دعوة بيه، نعالجه. ده اللي نفسي فيه كغربة، يعني إن مصر كده كده. ربنا يوفق مصر ويوفق حكامها ويسعدهم يا رب ويسدد لهم كل خطاهم. ربنا يوفقكم جميعا يا جماعه، ربنا يخليكم. شكرا جزيلا. انا وجعت دماغك بس. لا بالعكس يا فندم، ربنا يجعلنا من المتسامحين، وبشكرك جدا على المداخله دي، بشكرك جدا جدا جدا. ربنا يوفقك. سلمنا على الدكتور سيد عبد الحفيظ، قول له سيد انت كنت لعيب كويس، ها، وكنت بتقطع نفسك في الملعب، دخل الروح دي في اللعيبه بتاعتك ان شاء الله باذن الله يوصل باذن الله. شكرا جزيلا محمد. مش جبنا النتيجه وخلاص، لا النتيجه وخلاص، لا، احنا الزرعه دي مش عاوزينها، عاوزين كره حلوه، نلعب كره حلوه، ما نبقاش بننهى كل مره عشان نخش كاس العالم. احنا عاوزين كاس العالم، احنا متعودين عليه، ماشي. احنا في افريقيا اول الدول اللي دخلت الاتحاد الافريقي، وبنخش كاس العالم بالعافيه. كان كونغو ونيجيريا بيخشوا كاس العالم زي ما كنا رايحين دوله افريقيا. اسالوا نفسكم ليه يا اولاد؟ عشان نركب العربيه الفلانيه، وعشان نقعد على القهوه الفلانيه، وعاوزين كام كذا من نادي النادي. خلي عندك كرامه انت وهو، يا اهلاوي يا زملكاوي، خلي عندكم كرامه. ما تخليش حد اقل منك بسبع 7 سنة يركبك. خلي عندك كرامه، كفايه بقى، خلي عندكم كرامه. مصر محتاجه رجاله محترمه تعرف ربنا، تحرم الدم، كل الكلام ده مصر محتاجاه. احترموا نفسكم بقى، عشان كده كفايه. انا بقولها واشير عشان اقف قدام رب العالمين يوم الدين، بقول انا قلتها لاحفادي ورجالتي، خلي بالكم من مصر. مصر كبيره قوي ومحتاجه رجاله، ومصر تدي واسمها يشرف، بس ولادها هم اللي بيضروها. يلا تصبحوا على خير بقى، عشان انا وجعت دماغكم. بس انا كلمتين محتاج اقولهم، يمكن يكون السر الالهي للولادي. ربنا يديك الصحه والعافيه. شكرا يا محمد بيه، ربنا يديك الصحه والعافيه. شكرا عبد الناصر. سلام للجميع، وسلم تزوي اباظه بالذات، سلمني عليه شخصيا، راجل محترم جدا. حاضر. انا بحترمه جدا، وسلمني سلام خاص له. حاضر يا فندم، حاضر. شكرا. وانا خسرت في حياتي، قلت لك قبل كده، ان انا ما عرفتش واحد زي الوزير دوسيت اباظه، انسان غير عادي. انا يوم ما دافع عن المترجم، انا احترمت ان في مصر فيها راجل محترم زي ده. السلام عليكم. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا.